أكتر من 30 سنة وأنا كنت بعاني من مرض السمنة. رحت لجميع الدكاترة، كلت كل الأكل، جبت جميع الأقراص، وكان كلها دايماً بتبوء بالفشل. أنا اسمي الحاجة أزهر المحلاوي، عندي 58 سنة، ده سني بعد العملية. أما عملت العملية كان عندي تقريباً 56. كنت طبعاً مكتئبة، دلوقتي طبعا بقيت احسن وعندي حب للحياه. كنتش بعرف اضحك، دلوقتي يعني بقيت بعرف اضحك دلوقتي.